البصمة الغذائية هي طريقك للتخلص من السمنة وأمراض كثيرة. لا يدرك كثير من الناس أن أجسامنا تتفاعل بطرق مختلفة مع أكلات متشابهة، فأكل معين عالي السعرات الحرارية قد يسبب سمنة في شخص ما، بينما لا يسبب أي زيادة في الوزن لشخص آخر. فقد وجد الطب الحديث أن كثيرا من الأمراض التي يعاني منها الإنسان تبدأ بماذا نأكل. ولعل أهم ولكنه ليس الأوحد من هذه الأمراض هي السمنة المفرطة. فكثيرا ما نسمع عن أشخاص سمان يدعون أنهم لا يأكلون كثيرا، ومع ذلك تجد أن وزنهم يفوق الوزن الطبيعي بكثير. ولعل معظمنا لا يصدقهم عندما يقولون أننا لا نأكل كثيرا ولكننا أسمن من غيرنا. والطب الحديث أثبت مؤخرا أن كلام هؤلاء الناس فيه كثير من الصحة. فالسمنة ليست فقط نتيجة الأكل الكثير، بل هي في الحقيقة نتيجة الأكل الغير مناسب للجسم. فما هو مناسب لشخص ما قد لا يكون مناسبا لشخص آخر. فالمثال البسيط الذي كلنا يذكره هو كيف أن شخصين يأكلان نفس الطعام، وأحدهما يأخذ كورتيزون، فسنجد أن الذي يأخذ كورتيزون مع أن الكورتيزون خال من السعرات الحرارية حتما سيكون أسمن، مع أن السعرات الحرارية للشخصين هي تقريبا متشابهة. الطب الحديث أوجد لهؤلاء الناس الطريقة السهلة للتخلص من وزنهم بعمل البصمة الغذائية. فما هو هذا الفحص؟ وما هي فكرته؟ تقول النظرية العلمية أن كرات الدم خاصة البيضاء منها تتأثر بأنواع الأكل التي نأكلها مثل باقي الجسم. فإذا ما أخذنا عينة من الدم من الأشخاص السمان، فإننا نحصل بهذه العينة على كرات دم بيضاء وحمراء. وهذه الكرات الدم البيضاء تتفاعل مع المواد الضارة تفاعل يؤدي إلى إفراز مادة تسمى الليكوترينز، والتي تؤدي إلى عدة أمور، ومنها خلخلة في نظام الأيض للشخص، فتؤدي إلى زيادة في تكوين الدهون، حيث يفهم الجسم أنها مواد زائدة عن حاجة الجسم. ويؤدي كذلك إلى زيادة إفراز مواد مخدرة بكميات قليلة وتسمى إندورفين في خلايا الدماغ. فتجد أن الإنسان يعشق هذه الأكلات الضارة لأن الجسم يفهم أنها تعطيه الانتعاش عندما يأكلها. وكذلك هذه المواد التي تزيد من تسرب السوائل من الشرايين إلى داخل خلايا الجسم، وبذلك تؤدي إلى احتباس الماء في الخلايا وزيادة وزن الجسم. فهذا الفحص يكشف عن تلك الأكلات التي يستفيد منها الجسم. فكثير ما نجد أن مثلا إنسانا سمينا وعنده نقص بالتغذية من عدة مواد، وذلك أن جسمه قد لا يستفيد من بعض هذه المواد التي يأكلها. في هذا الفحص نعمل فحصا ل220 نوع من الأكلات الشائعة المتوفرة، ثم نستخلص منها قائمة بالأكلات الممنوعة تماما، القائمة الحمراء، وقائمة بالممنوعة بدرجة متوسطة، القائمة البرتقالية، والممنوعة بدرجة خفيفة، القائمة الصفراء، ثم بالأكلات المسموح بها، القائمة البيضاء. فيبدأ الشخص الذي ينوي أن يخفض من وزنه بوقف أكل جميع ما وضع على القائمة الممنوعة بكل أنواعها لمدة 3 أشهر كاملة. خلالها سيشعر المريض ببعض الأعراض المسمى withdrawal symptoms، وهي عبارة عن صداع بسيط وارتباك وعدم راحة في الأيام الأولى نتيجة لامتناعه عن مواد يحبها. والشعور بهذه الأعراض يعني أن البرنامج فعال والمريض ملتزم بالبرنامج، فيجب الاستمرار. وسرعان ما سيتجاوب جسم المريض وسيبدأ وزن المريض بالنقصان في الأسبوع الأول من البرنامج نقصا كبيرا، وذلك لأن الأغذية الموجودة والممنوعة هي التي تسبب احتباس الماء في الجسم. فإذا امتنع عنها المريض سيؤدي ذلك إلى فقدان هذا الماء المحتبس. فإذا تجاوز المريض 6 أسابيع الأولى بنجاح، سيبدأ يشعر بعدها بتحسن كبير في
في الحالة الجسدية والنفسية ويخفض وزنه لدرجة كبيرة دون أن يقلل من كمية الأكل التي يأكلها. ففترة العلاج كلها تستمر لمدة 6 أشهر، بعدها يكون الجسم قد تخلص من الأكلات الغير مناسبة التي بدأ بها قبل بداية فترة العلاج. ويجدر بالذكر أن الأشخاص السمينين جدا ينصح لهم بشدة أن يقرنوا هذا البرنامج ببرنامج تخسيس وزن أي رجيم. ولعل أهم فوائد البصمة الغذائية ليس فقط التخلص من الوزن الزائد، بل الأهم من ذلك الذي وجدته من خبرتنا في على مدى أكثر من 15 سنة في التعامل مع هذا الفحص، بأنه تخفف من الأمراض المزمنة أو تلغيها مثل الصداع النصفي، التهاب الجيوب الأنفية المزمن، القولون العصبي، الإكزيما، الارتكاريا، الربو التنفسي، أمراض التهابات القولون، مرض الإرهاق المزمن، ومرض التوحد. في النهاية ننصح بعمل البصمة الغذائية لكل مريض يريد أن يعرف المواد المفيدة التي يأكلها من المواد الضارة حتى يستطيع جسمه أن يستفيد من المواد الصحيحة.